أنا الطالب عبد الله المعتصم الذي أصيب بقطع كلي ديال أربطة الركبة بعد سنوات، وأنا أشعر الآلام تقريبا 3 سنوات. وبعد ما طرقت جميع الأبواب والحمد لله، تكلمت مع الأستاذة اللي في الجانب ديالي، الأستاذة فاطمة، اللي رحبات بالفكرة وحالت الملف ديالي عندها، وقدمته للأخوات اللي معاها في الجمعية، جمعية ريتاج الخير. كنشكر هاد القلوب الرحيمة اللي قدمت لي يد المساعدة، وكنشكر كل من ساهم بالقليل أو بالكثير. وكنشكر الأصدقاء اللي في الصفحة في فيسبوك، وكنشكر كل من هو ساهم ولو بالقليل أو بالكثير، ولو حتى بالدعاء. كنتمنى هذا البلد يبقوا فيه ناس بحال هاد الناس اللي قدموا لي المساعدة، والحمد لله هذا البلد باقين فيه ناس باقية في القلوب ديالهم الرحمة، باقي الإنسانية. الحمد لله ما خصناش نفقدوا الأمل في هذا البلد الحبيب، كاينين ناس والحمد لله. أنا ما كلومش شخص بداته، أنا ما كلومش شي واحد. الحمد لله أنا عارف بأنه كاينين إكراهات عند مختلف الناس، ما يمكنش أننا نلومو شي واحد، ولكن الحمد لله هذا البلد باقي فيه خير. أنا الحمد لله أنا سعيد أنه هاد الناس حالوا ملف ديالي وساعدوني ماديا ومعنويا، والحمد لله ما يئس أنه كنقول الله سبحانه وتعالى مادام أنه خلقني إذا نرى هو غادي يدبر الأمر ديالي، الأمر ديالي فوته الله سبحانه وتعالى. الحمد لله ما انقطعش رغم هذه المشاكل ورغم هذه الصعوبات، ما انقطعش على الدراسة ديالي. الحمد لله أنا هذا العام عندي السنة الثالثة في الجامعة، هذا العام عندي الإجازة، ومع ذلك حصلت نقاط اللي هي مزيانة ما يأسش، والحمد لله. وباقي كاين الأمل، ما دامت هناك حياة هناك أمل بإذن الله. وكنشكر مختلف الناس اللي ساهموا ولو بالقليل ولو بالكثير ولو حتى بالدعاء. كنشكر جميع الناس اللي شافت الحالة ديالي. وكنعاود كنقول بأنني أنا اليوم سعيد، سعيد لأنني عانيت الكثير سنوات وأنا أشعر الآلام، والحمد لله على كل حال. كنعاود نشكر هاد الناس، وكنشكر الأستاذة فاطمة، الأستاذة خديجة، الأستاذة نعيمة، وباقي الأخوات اللي ربما ما كنعرفش الأسماء ديالهم، وكنشكرهم. إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. السلام عليكم. أولا كنشكر الجهوية بريس اللي قامت بهذه الزيارة للطالب عبد الله معتصم اللي أجرى العملية مؤخرا على الرجل ديالو بعد انقطاع الأربطة ديال رجليه. كنشكر الجهوية بريس على هذه الالتفاتة. كما كنبغي نقول بأن أنا من خلال هذا الكلام اللي قال عبد الله، أنا كنوجه رسالة اللي دائما كنوجهها وكنعاود نوجهها، بأن راه مازال ما عندناش في المغرب حق المواطن في الصحة. أقولها وأكررها، لأن عندنا في جمعية ريتاج الخير حالات ماشي كتبكي لها العيون، كتدمي لها القلوب. إذا كنقول بأن وزارة الصحة لا تقوم بواجبها بتاتا، كنقولها براسي مرفوع، بأن من الحالات اللي كنشوفوا، من المشاكل اللي كنشوفوا، من الناس اللي كيعانيوا. أنا عندي دابا ملفات جداد اللي هما لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. واحد مسكين تزت عند مراته والبارح جوج بنيتات ما كاملينش، كيبكي باش يوفر لهم باش يدخلوا لنقطة حليب توام غادي يصدقوا ميتين. وليد صغير عنده نفس المشكل ديال عبد الله. مشاكل كثيرة، المشاكل ديالنا حنا، أنا كنهضر حتى على راسي، مشاكل ديالنا حنا اللي حنا كنعانيو الآن، كنعانيو من ليفوتيروكس اللي درنا ندوة صحفية وكانت حاضرة فيها الجهوية بريس وبعض الصحافة الآخرين، وناس مسؤولين في الصحة كانوا حاضرين معنا، جاوا من الرباط، وناس من الشركة اللي كتوزع الأدوية. ورغم ذلك باقي الدواء منقطع، وباقي الناس كيجيو يبكيو عندي، وكنقسم معاهم داكشي اللي عندي، ولكن ما عنديش كيفاش غادي ندير. انا كنقول اليد واحده ما كتصفقش، حنا كنديروا اللي قدينا. وكان عاود نفس الكلام، ما كيعطينا حتى شي حد،
ما كنشدوا من دعم من دوله، ما كنشدوا دعم من محسنين كبار، ما كنشدوا هذوك هما اللي خاصهم يدعموا، ما كنشدوش من عندهم الدعم. الدعم الوحيد اللي عندنا اننا بيدينا يد وحده، مجموعه نساء اللي كيامنوا بالاستثمار مع سيدي ربي، الاستثمار في الاجر الحقيقي، الاستثمار في العمل الجمعوي الجاد، الاستثمار. حنا نساء، حنا ديالنا المكتب ديال الجمعيه، ونساء اللي مآمنين معانا بنفس الايمان ديالنا هما اللي كيساعدوا في هذه الحالات اللي كنشوفوا، لا الحالات اللي دازوا، الحالات ديال يحيى في العينين، لا الحاله دابا ديال عبد الله، لا الحاله ديال واحد السيده سوريه في عمليه القلب، حالات كثيره. يعني نساء بوحدهم ما عندناش شكون اللي كيدعمنا الا الله، وفرحانين اننا الحاجه اللي شديناها كنكملوها عاد كنمشيو. انتم كتشوفوا عبد الله الان في البيت ديالي ومرحبا به، والحمد لله حتى هو جا في النهار اللي جا فيه البيت ديالي خوات، من كانوا عندي ناس كارين خوات، انا مستقبلاه هو والاسره ديالو عندي هنايا، وفرحانه بانني مستقبلاه عندي هنا، وكنديوه يوميا للترويض، وفرحانه انني كنديه لان هذاك اجر اعطاه لي سيدي ربي بين يديه ما يمكنش نردو. اذا حنا ما كنديروش هاد المسائل رياء، وما كنديروش هاد المسائل باش نقولوا ها حنا كنديروا، ولكن كنقولوا ديروا بحالنا، ها العار ديروا بحالنا وكونوا يد وحده باش نعطيوكم.